يعني تنافس شريف بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية. طيب نروح بقى من وزارة التعليم العالي لوزارة المالية، ووزارة المالية قررت زيادة أيام صرف المرتبات للعاملين بالدولة بدءا من 24 لحد 28. قررت وزارة المالية زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد أيضا إنفاق الحكومي. كان دكتور محمد معيط وزير المالية صرح أن وزارة المالية سوف تبدأ بصرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 22 سبتمبر الجاري في كل الصفوف الدراسية. وأضاف وزير المالية أيضا أن المواطن المصري سوف يبدأ في حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي بمزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة. أكد أيضا أن مصر بتستهدف يعني جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار في العام المالي الجاري 2018-2019.